مشاهدينا على سلامتكم ومرحبا بكم في عدد اخر من برنامج في ظلام الليل موسمه الثاني. فريق برنامج في ظلام الليل يحط رحال بمدينه عنابه، تحديدا رانا فوق الكور كما يقولوا له هنا في عنابه، وكاين انكا كيما لي زركاد ويقولوا له عمي عزو عمي عمزو عمي عزو متواجد هنا في ولايه عنابه، راهم قاعد لهنا برا في الشارع، ما عندوش مأوى، ما عندوش عائله، ما على بالوش علاش راهو برا. راح نتقربوا منه ونعرفوا اكثر من حكايته، تابعوا معنا. السلام عليكم عمو. واش راك لاباس؟ لاباس. احنا النهار نقدروا نصوروا معك؟ نقدروا. مشاهدينا راهو قبل هذا الكاي صور معنا، ولكن قبل هذا الشيء حبيتكم تشوفوا وين لقيناه عايش في هذه الصور، ولا نعاوده. في ظلام الليل، في ظلام الليل، في ظلام الليل. عبد العزيز، جينا لعنابة، راك مقابل الكور، لقيناك راقد فوق كرتونة. بدنا الحكاية من الأول، وعلاش عبد العزيز خرج من الدار؟ لا ما خرجت برك أنا مكان. كانوا عندك مشاكل؟ مشاكل. مشاكل؟ مع من هذه المشاكل؟ مع الدار بعد. مع من؟ مع خوتي. مع خوتك؟ يعني هما اللي قالوا لك أخرج ولا خرجت وحدك؟ وهم اللي خرجوني. وعلاش خرجوك؟ خرجوني ما نعرف. شحال عندك وانت برا عبد العزيز؟ على 10 سنين. 10 سنين وانت برا؟ 10 سنين انت تبات هنا ولا وين كنت تبات؟ بات هنا عندي ياسر، زدت دركاني في السنتر. اليوم ما طلعتش برك. راه ديال الحال، راه دخلت سينما، راه بديت هضر ما نقدرش. بصح حنا مالف نشوف الناس اللي يرقدوا برا في المطارح، انت علاش راك فوق الكرتونه؟ ما عنديش طبيعه، كانت عندي عطاوني زوره ودوالي دوالي. ما عندك والو عبد العزيز؟ والو. منين تاكل؟ منين تشرب؟ منين؟ ما سما ما برا. الناس يطولك. عبد العزيز، حبيت نسقسيك حاجه. عبد العزيز قول لي دوك انت اسكو مزوج؟ عندك دراري؟ ما عنديش. ما تزوجش؟ ما تزوجش خلاص. جامي تزوجت؟ جامي. راك حاب تزوج؟ اذا كتب المكتوب تلقى مرا هكا تتزوج؟ مزوج. علاش لا؟ لو اسكو راك قادر تخدم؟ قادر. قابل يعني يكون يشوفوا لك الناس خدمه تخدم؟ نخدم ان شاء الله. ان شاء الله. عبد العزيز شحال في عمرك؟ 60. 60 سنة. 60 سنة عندك 10 سنين وانت تبات برا هكذا صح؟ تعمى كي كان في عمرك 50 سنة خرجوك من الدار المشاكل العائلية. مشاكل معني مع الأخ والأخت كده، مشاكل عائلية خرجوك. أسكو مور ما خرجت عاود تلاقيت بالأخ تاعك ولا الأخت تاعك وهدرت معاهم؟ لقيت من نادر معاهم بصح ما هذا صدر ما ندخلوا لعلمش ديارهم ماك مراش. علاش؟ ما يحبوش. اسكو هما مزوجين؟ بالك كي مزوجين ما يحبوش تري. ما رياش. عبد العزيز ما عندكش يعني مرض هكا تداوي عليه؟ ما عندكش مرض؟ ماكش مريض يعني نفسيا؟ ما عندك اي حتى مرض؟ ما عنديش حتى مرض. ما يعني ما رحتش شفت بالك طبيب يشوف حالتك يشوف وش بيك؟ بكري رحت السبيطار تاع الراس قعد شهر. علاش خرجت؟ خرج لي الطبيب قال لك راك مليح. مليح قال لي صافا. ما زدتش رحت؟ ما زدتش. ما زدتش. انا راني نلاحظ مشاهدينا انه الحاله النفسيه راهي صعبه تاع الاخ عبد العزيز،
وعلى ما اظن انه لازم له رعايه صحيه مستعجله بلال. وش رايك انا نتبان لي نروح للطبيب ومن بعد نكملوا؟ هذه حاله شغل خاصه شويه، نصوتي ولي زي طب من فين نريحوا نقصروا اكثر. نعم. لكن هذه الخطره كما قالنا ياسين لازم نروح نشوفوا الطبيب. جو بريفير نروح نشوفوا الطبيب اللي راهو حاضر معنا، يشخص حالته ويشوف حالته الصحيه حالته النفسيه، يعطينا ابوبري وش كاين ورانا عوده. يلا مشاهدينا الكرام فقره الطبيب. في طلب الليل في طلب الليل في طلب الليل. لاباس شويه؟ واش الدعوه؟ ياك مليحه؟ مليحه. واش كشوف الليل؟ لاباس. في البرد؟ واليوم برك برا ما طلعتش برك. اليوم طلعت تطلع لفوق؟ قلت نطلع لفوق. يا ملاحه سيدي، معليش نعقبك شويه، قصة طونسيون وسكر وشوفوا معاك معليش. شوفك صحتك ما تدريش. قبل ما نبدا قول لي صح، عندك حتى مرضى تداوي عليها؟ ما عنديش. مرضى لا، مليح. دواء ما تشوفي حتى دواء؟ لا جامي. الحمد لله ملاحظ. خلي نقلبوك ومن بعد هربطك. خلي نقلبوك ومن بعد هربطك. دقيقة في ساعة نشوف ساعة كم لي هذا. الاكسجين تاعك مليح بس اظهر لي كون ديروا تيست خير. شوف ما عندك كورونا ولا حاجه، انت قدر برا الايامات هذيا والحاله مش ملاحه. دوك دقيقه نجيب التيست برك وندير لك التيست. تحكم تشوف هكا عرفت شويه، ما تحركش لك تحت منك العطسه، ما تحركش بلا قايله برك تبعني. ما تخافش ما تخافش بلا قايله. هاي الاخرى الاخرى هاي كمل ما تخافش عليك. شدي طايره ملاحه دكتور. الله يحفظك شكرا. الله يعطيك ما تمنى. تفضل ياسين. كيفاش راهي الحاله الدكتور تاع الاستاذ؟ عمي عزدينا ومليح ساعه هذه. وجهه شويه احمر هكا وقيت سخانه طالعه. نسينا نديرو تيست اونتيجينيك. الحمد لله خرج نيجاتيف. نورمالمون فاكسيني كل هذوما، وما بالوش فاكسيني ولا لا، مي نورمالمون فاكسيني كل. صح. عطيتو شويه فيتامين باش يهز بهم روحه وربي ان شاء الله ملاح. تسمى هذوك لي فيتامين عطيتهم له نتايا؟ عطينا لي فيتامين باش يعاون بهم المناعه قويه. باش يعاونوا على المناعه تاعو. دوك التنين مشوا عندوش كوفيد هكا باش يتقوى عليها. سي دي زانك فيتامين سي، سي دي ملتي فيتامين. دابري لا كونسلطاسيون حالته النفسيه شويه واش رايك؟ بيان سور تلقاهم كل تعبانين نفسيا في لي طاير معايشين فهمتيني. هم والفوا ما بقاش تبان عليهم، بصح غير تحكي معاه شويه تحس به بلي مديكوتي عنده الروجي هذاك اونتي سوسيال راك تعرف. طريبيان شكرا لك. الله يحفظك دكتور. احنا نشكروا ثاني شركه الو طبيب اللي حاضره معنا في البرنامج باش دير الفحص يعني للاشخاص بدون ماوى. دكتور يعطيك الصحه، نلتقوا ان شاء الله في اعداد قادمه ان شاء الله. الله يحفظك. الله يعطيك ما تمنى. شكرا 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 دكتور. حاجه مليحه ثاني، حاجه مليحه انه ريماركينا انه تيست بي سي ار سير بلاس، يا تيست اونتيجينيك بلوتو سير بلاس، يعني ماشي حتى يتنقل حتى طريبيان. طريبيان شكرا. الله يحفظك دكتور. كما شفتوا مشاهدينا الكرام هذه هي حالة اللي كانت معنا اليوم، راه فحصها الطبيب ياسين. على غير العادة نغيروا شوية الفقرة احنا اليوم، نروحوا لفقرة الحلاق. يلا احنا انا لازم نقول برك للمشاهدين انه احنا كان عندنا شك انه بلاك الاخ عبد العزيز عنده كوفيد ثاني،
دونك اون بريفيري باش يديروا لو تيست اونتيجينيك دوكا باش نكونفيرمي بلي ماهوش عنده الكوفيد باش نقدروا نكونوا معاه فوالا نحو شكوك ومن بعد نكملوا الحصه تاعنا والحمد لله راهو التيست خرج نيجاتيف نروحوا مباشره مع ميسي الحلاق اللي جاء سبيشالمون باش يحلق الاخ عبد العزيز ونكملوا الحصه تاعنا يلا في طلاب الليل في طلاب الليل في طلاب الليل كما راكم تشوفوا كملنا لاكوب عمي عزو عجبتك ولا لا؟ عجبتني هو اون فام ما شافش لاكوب مي سافا الكوافر كي تقعد عنده ينحلك شعرك راح تصولاجي تصحى في روحك روحك خفيف شوي ولا لا؟ ربي خفيف ان شاء الله كل سمانه نزورك ان شاء الله ولا كل يوم هي كل سمانه خير كل سمانه كل سمانه هاي العمل العربي ما نخليك مع خويا ياسين وبلال جينجل في طلاب الليل في طلاب الليل في طلاب الليل عدنا اليكم مشاهدينا الكرام كما شفتوا الفقره تاع الحلاقه مع لوكا ميسي اللي كان حاضر الحلاق معنا نشكره بزاف راه رجع عمي عزو ما شاء الله محفف نقيقي الله يبارك وبيان سور بلا ما نساو حبيب قريفه اللي تهلا فينا كما يقول لك بحاجه قليله اللي هي الملابس راهو نقي حاجه بروبر دافيه البرد ما كاش عليه وان شاء الله دوك شويه نزيدوا له عفايس واحد اخرين ياسين ربما هي حاجه صغيره لكن حاجه كبيره في اعين عزو بيان سير حاب نذكر برك بلال انه يعني هذه الحاجه احنا ما راحش بالك تعاون عزو كيما راهو حاب ولكن البالون فيتكم عزو اليوم ما هدرش بزاف ما كاين كل واحد والكا تاعو راهو عيان نفسيا راح نخلو له الكلمه ومن بعد قبل هذا الشيء ثاني قناه النهار عزو ملزم احنا ملزمين باش نوصلوا لك الامانه قناه النهار تهدي لك هذا الهاتف باش هكا نقدروا نتواصلوا معك وكل واحد يقدر يحب يعاونك يتواصل معك في هذا الهاتف النقال هاك هذا بورتابل هذا بورتابل بلاصي فيه لابيس تاعك عزو ياك دير لابيس تاعك باش هكا الناس اللي يحبوا يعيطوا لك ويعاونوك مور ما تجوز الحصه يتصلوا عليك في هذا الرقم اوكي عندك لابيس لازم تجيب بيس دوك سكان الحي هما اللي يتكفلوا يجيبوا لك بيس ويوقفوا على لابيس يبلاصيوها ويقعد التليفون شاعل ياك هكذا ياسين بلال قبل ما نختموا مادا بيا انه عزو يقول لنا عزو انت واش راك حاب وشنو هي الامنيه تاعك واش راك حاب؟ خدمه حاب تخدم؟ اه وشنو هي؟ وشنو الخدمه اللي حاب؟ اللي كان تخدم قادر على الخدمه عزو تقدر؟ واش راك حاب ثاني؟ وكرني عندي كرني فامي ما حبيتش مدهولي سي كرني فامي تاع من؟ باش ندير لاكارت تاع لا فامي كامله على بالكش ورا حبوش يمدوا قالوا لي ما مش اختي بالك خفت تبحر وعزو لا وانا انا هاني خلق في الدرعان نروح للدرعان نجيب لقمه من تم واش دير بها انت لاكارت حب باش تخدم ان شاء الله الاخت تاعك بالك راك تشوف فينا باش تعاونك باش دير لاكارت وباش تخدمك ولا اي واحد قريب ليك يقدر كارت انا نقدر نخدموك بكارت انا صح لازم تقعد شي راقد هنا عزو لازم تلقى غدو نطلع الصباح وين تروح السنتر راح للسنتر هنا البرد راك في الكرتون مش مبات برا مام عزو مام للصحه ديالك ماشي ملي حكيت بات برا الضم تاعك ماشي ملي حكيت تريح في هذا البرد الميديتي نخرج الصباح وشي هو ما نولي جايه اليوم درت الرطار اليوم درت الروطار غلق عليك السونتر صح غلق عليك السونتر معليش انت من ابتداء من الغد ما تنساش ما بقيتش ننسى عاد نعود نروح بكري عاد تصدير 12 الاخر 12 ايوا خلاص عاد روح بكري باسكو شوف ماشي مليح ليك وماشي مليح للصحه ديالك ما من تما في السونتر بالك يجيبوا لكم الماكله يتهلاو فيكم فهمتني يا عزو غطا ديما عندك غطا عندك وانت تصدير عندك كلش نداء ايضا بلال الكامل لي سونتر هذو اللي ما يشوفوا فينا باش يتساهلوا نوعا ما مع هاد الناس مع هاد الفئه من المجتمع لانه راهم عيانين نفسيا عندهم امراض عندهم بالك امراض عقليه كل واحد والكا تاعو ان شاء الله يتساهلوا معاهم باش ما يصراو لهمش مشاكل وما يباتوش برا عزو قال لك واش قال لك باللي
راهم كيجي يرقد برا يثيروا عليه بالحجره هكا. يجي والله يضربوني بالحجر النوط انا حتى يروحوا باش نولي. علاش بصح؟ ما يخلوكش ترقد. وشنو علاش يدوك انت كراقد في امان الله علاش يجي يثير عليك بحجر؟ ما نعرف والله. شكون هذو الدراري صغار ولا عيب؟ صغار دراري. يجيو من يجيو من. هذه مهمه الاباء والامهات اللي راهي تشوف فينا. ما تخليش وليدك مدام ولا الاخ ولا بنتك ولا ما على باليش انا يقعدوا يجروا في الطريق يديروا في المشاكل ويديرونجيو في هاد الناس. ان شاء الله نداءنا يوصل عزو وان شاء الله احنا ما نزيدوش نشوفوك في هذا المكان فهمتني. وان شاء الله تتيسر الامور عليك عزو. بلال عيان بزاف شغل نفسيا شغل حتى الهضره راكم تشوفوا شغل يهضر شويه من بعد يسكت. دونك ان شاء الله ربي يشافيه وربي يعني يفرج عليه بلال. شيء الياسين اللي لاحظته أيضا أنه سكان الحي في كل مرة نروح الأحياء هكايا ما يخلوش الأشخاص بدون مأوى هكا في حالة يعني يجيبوا لهم العفايس اللي يقدروا عليهم الأكل الغطاء ما على باليش أنايا الماء الغازوز شغل ما خصكش الماكلة يجيبوا لك عزو. يجيبوا لي يعني في سنتر أنا. لا لا كي تكون مريح برا يجيبوا لي يجيو طوموبيل طريبي. عزو شوف حنا جبنا لك الملابس جبنا لك هاتف جبنا لك عفايس قدرنا عليهم. ياسين بالك نزيدو ندخلوا الجمعية الخيرية هنايا في عنابة اللي متواجدة في ولاية عنابة. تفضلوا تفضلوا ندخلوهم اللي هنا هكايا. اوقف عزو اوقف يلا عاونوا ياسين تفضل ريح في الوسط. شوف قل لي كي اسمك؟ الله مبارك. مبارك ما شاء الله مبارك. بالك انتم مولفين ديروا هكا خراجات ميدانيه تعاونوا الاشخاص بدون مأوى باللي حاجه اللي تقدروا عليها بيان سور. قلنا كيفاش مولفين هكا في عجاله حاجه صغيره باش نهضروا على حاله عمي عز. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بالتنسيق مع بعض الجمعيات الخيريه بمدينه عنابه نوفر وجبه ساخنه كل يوم للاشخاص بدون مأوى. ما شاء الله. احنا جمعيه بسمه خير يوم الاربعاء كان جمعيات الاخرين متكفلين بالتنسيق كل يوم عندهم جمعيه وزعوا على طريبيا تما كاين التنسيق بين الجمعيات الخيريه في عنابه. في عنابه كاين تنسيق وفي شهر رمضان عندنا مطاعم رحمه كثيره جمعيات ونوفروا لهم وجبه سخنه افطار كل يوم والسحور كل يوم وكي تكون وجبات زياده نتحولوا للمستشفيات ناخذوا وجبه الافطار للمرافقين تاع المرضى اللي غارد مالاد. يعني هذه جمعيه بسمه الخير تاعكم؟ هذه جمعيه بسمه خير نشاط جمعيه بسمه الخير. وفي بدايه الشتاء عملنا حمله شتاء دفء وزعنا عليهم البطانيات البسه شتويه مع ما شاء الله ما شاء الله. راكم مشكورين على كل حال ماكم مشكورين. هذا كله بفضل المحسنين في مدينه عنابه الحمد لله. يعني اليوم جبت لنا وجبت لنا بطانيه كوفرتير ولا الوجبه الساخنه وبعد لوازم الكوفيد صح راني نشوف لي بافات لي لانجات ديزانفيكتون. طربي شكرا مشكورا الجمعيه بسمه خير لولايه عنابه. شكرا بارك الله فيكم. شكرا لك ومشكورين لجمعيه بسمه خير لولايه عنابه وكل جمعيات السهره على سلامه وامن هاد الناس اشخاص بدون مأوى. مشاهدينا الكرام فريق برنامج بظلام الليل يجيكم عبر قناه النهار باش يذكركم انه فيه ناس بحاجه لكم انه فيه ناس راهي عايشه في الضيق فيه ناس راهي عايشه فوق الكرتون راهي ترقد فوق الكرتون فيه ناس راهي ترقد بردانه ترقد جيعانه ترقد تخمم تبكي. هاد الناس ما عندهم حتى واحد. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء عندهم غير انتوما. احنا رانا نقول لكم في معاناه هاد الناس عبر برنامج في ظلام الليل وعبر قناه النهار وماذا بينا ان انتوما تتنقلوا ليهم وتشوفوا بعينيكم المعاناه اللي راهم يعيشوا فيهم. صدقوني والله ما ياديوش يعني ما كانش واحد ادانا ولا درنا لينا ولا قالنا يعني بالك قال كلام عيان نروحوا نسقسوه خويا تحب تصور يقولنا ما نحبش نقول له كذا نديروا معاه الواجب اذا حب يصور نديروا معاه الواجب ونصوروا معاه. هذه هي ورساله ان شاء الله تكون وصلت لكل المشاهدين اللي راهم يشوفوا. ان شاء الله تكون وصلت وقافله في ظلام الليل ما حش تتوقف هنا في ولايه عنابة راح تروح لولايات اخرى. راح نحاولوا نروحوا لولايات كبيره واللي يكونوا متواجدين فيها اشخاص بدون مأوى. عمي عزو الحالات بزاف جازوا معنا يستاهلوا تشوفوا فيهم يستاهلوا تعاونوهم باش تقدروا. احنا نقول لكم انا وياسين نلتقيوا غدا ان شاء الله. ياسين كما العاده نفس الموعد ونفس القناه. مشاهدي الافاضل وصلنا للنهايه صحه سحوركم والسلام عليكم. Thank you.
جاني بني جيزي عطمع طايح اتباع اطلع ديب الخير لقيته في الغريب ضربة جاتني من القريب ما تسيح شد محافظ الكيل ما عندي معاهم حيلة عندي ربي لو كيل ما جاني نوم ما طلع نهار حابس نجري في الفيت حسبت نجوم بكاو لغيوم قالوا لي ما زلت بعيد حبيت القوم جوني لهموم عينوني همك تقيل لحالي دوم وحال اللوم واللوم يطول في الليل في طلاب الليل في طلاب الليل في طلاب الليل في طلاب الليل